بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن أبدأ كلمتي هذه بالتعبير عن عظيم شكرنا وعميق امتناننا لمملكة البحرين الشقيقة ولجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ويشرفني أن أنقل لجلالتكم تحيات وتهاني أخيكم فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، والذي حالت ظروف البلاد الراهنة دون مشاركته لكم في هذا المحفل المهم والهام باليوبيل الفضي لتولي جلالتكم مقاليد الحكم، كما أعبر عن خالص التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن قيادتها للدورة الماضية. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولمعالي الأمين العام أحمد أبو الغيط على حسن الإعداد والترتيب لهذه الفعالية الهامة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة الحضور، إن أمتنا أكثر ما تكون معنية اليوم بمفهوم الأمن الجماعي وحماية الأمن القومي العربي، ويتطلب ذلك التوافق على هياكل وثيقة تعاون عربي تكفل الاستقرار السياسي في الإقليم وتحفظ أمنه، سواء كان ذلك بتعزيز العمل المشترك لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، أو بدعم الاستقرار والأمن في بلاد السودان الذي يمثل حدود العالم العربي جنوباً، أو بدعم السلام والمصالحات في كل من سوريا واليمن وليبيا وغيرها. لذلك فإن حكومة بلادي تجدد إدانتها واستنكارها للهجوم الإسرائيلي الغاشم والمستمر على الشعب الفلسطيني، وتؤكد رفضها للحصار الذي تفرضه إسرائيل على كامل قطاع غزة، واستهداف رفح واستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على أبسط حقوقه في الماء والكهرباء والدواء والغذاء. إن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تتم على مرأى ومسمع من العالم هي ازدراء صريح لكل المواثيق الدولية والتقاليد الدولية، وتكريس لجوازية المعايير مخلة بالمعايير الدولية المعروفة. إن بلادي تدعو من هذا المنبر إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ويجدد السودان التأكيد على موقفه الثابت من رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وتشريده من أراضيه ودياره. وبينما نرحب بقرار الجمعية العامة الأخير بتعزيز وضعية فلسطين داخل المنظومة الدولية وتأكيد أحقيتها في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لنأمل أن يكون هذا القرار خطوة في تمكين فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما إننا نجدد الدعوة إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع بما يسهم في إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 ضمن خيار حل الدولتين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مر قبل شهر من الآن وبالتحديد في 15 أبريل الماضي عام على اندلاع تمرد ميليشيا الدعم السريع الإرهابية وما قامت به من حرب شاملة على الدولة وعلى الشعب السوداني، أفرزت آثاراً مدمرة على البلاد والإقليم ككل. لقد سعت هذه الميليشيا بتمردها إلى الاستيلاء على السلطة
بقوة السلاح في السودان سعياً لتنفيذ أجندة سياسية داخلية ملتوية وتحقيقاً لأطماع إقليمية مشبوهة غير عابئة بما ستخلفه هذه الحرب من خراب ودمار في البلاد، إن السودان لا يزال يرجو من بعض الجهات الإقليمية التي تقدم الدعم للمتمردين أن تكف يدها عن دعم هؤلاء القتلة السفاحين الذين لم يجذبوا على بلادي وشعبي سوى الموت والتنكيل والاغتصاب والدمار. لقد واجهت القوات المسلحة السودانية هذا المخطط التآمري ببسالة وصمود مدعومة بالتفاف الشعب السوداني حولها في مشهد وطني غير مسبوق، فانقلبت الميليشيا بعد أن خاب مسعاها في الاستيلاء على السلطة، انقلبت على الشعب السوداني وأذاقته الأمرين فقتلاً ونهباً لممتلكاته واعتداءً على أعراضه وحرماته، فأحالت البلاد إلى كتلة حريق لا تزال نيرانها تستمر وتشتعل. أصحاب الفخامة والسمو والإخوة الكرام، لقد عمدت الميليشيا الإرهابية إلى توسيع دائرة الحرب ونقلها إلى مناطق مدنية آمنة تكاد تخلو من الوجود العسكري للقوات المسلحة السودانية، مثل قرى وبلدات ولاية الجزيرة ومدينة الفاشر وغيرها من القرى والمدن، وكلتاهما تمثل الخرطوم والجزيرة والفاشر تمثل ثقلاً مدنياً كبيراً باعتبارهما مراكز إقليمية للعمل الإنساني وتوزيع الإغاثة، ويتم من خلالهما تنسيق جهود الاستجابة للطوارئ الإنسانية. لقد أدى استهداف الميليشيا المتمردة واعتداءاتها على ولاية الجزيرة وبسبب ما قامت به من نهب لمراكز ومخازن الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومراكز تجميع الإغاثة التابعة للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني إلى تفاقم الوضع الإنساني الهش أصلاً في وسط السودان وغربه بسبب تداعيات تمردها على الدولة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن الإدانات الواسعة التي وجدتها انتهاكات هذه الميليشيا من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ووكيل الأمين العام والممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاعات وفريق الخبراء المستقلين التابع للأمم المتحدة والعديد من منظمات وحكومات الدول الغربية وما وثقته وسائل الإعلام الدولي من فظاعات وبشاعات تؤكد بجلاء طبيعة الميليشيا الإرهابية التي لا تختلف عن داعش وبوكو حرام وغيرها من المنظمات الإجرامية الإرهابية. ولعله من نافلة القول التأكيد بأنه ما كان في مقدور هذه الميليشيا أن تستمر طيلة هذه الفترة في حربها على السودان لولا الدعم الإقليمي السخي الذي ينهمر عليها بلا انقطاع في انتهاك مريع لسيادتنا الوطنية وتدخل سافر في شؤوننا الداخلية، وهو أمر وثقته أجهزتنا الأمنية وأكدته منظمات دولية، فضلاً عن أعمال عمال إغاثة دوليين، وتحدثت عنه وسائل الإعلام الغربية وحددت مصادره بل ومساراته وممراته إلى داخل البلاد، إن تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساندة للميليشيا الإرهابية يعني مشاركة الداعمين في أعمالها الإرهابية وعبر جرائمها ضد الإنسانية. إن هذه الممارسات تستوجب إدانة واضحة وصريحة لهذه الميليشيا الإرهابية وتأكيد الدعم للقوات المسلحة السودانية والحكومة الشرعية في البلاد. رغم الفظائع الموثقة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية، إلا أن حكومة بلادي
وحرصا منها على حقن الدماء ووقف تدمير البلاد لم تغلق أبواب التفاوض السلمي، فانخرطت بكل جدية وعزيمة في مفاوضات جدة الذي في مفاوضات منبر جدة الذي تأسس بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تم التوقيع على إعلان جدة في مايو 2023، وما أعقبه من تفاهمات نصت ضمن أشياء أخرى على حماية المدنيين وتقديم الإغاثة الإنسانية لهم وخروج الميليشيا من منازل المواطنين والأعيان المدنية ليعود المواطنون إلى منازلهم، إلا أن الميليشيا المتمردة وبما يتسق مع طبيعتها الغادرة لم تلتزم بأي من بنود هذا الاتفاق، اتفاق جدة بهذا الاتفاق والإعلان، ولا تزال تحتل مساكن المواطنين والمرافق العامة وتستهدف المدنيين وتعمل فيهم قتلاً ونهباً واغتصاباً. لذلك فإن الدخول في جولات تفاوض جديدة قبل تنفيذ ما تم التوقيع عليه منذ عام كامل، ومع استمرار الميليشيا المتمردة في التنكر لما تم التوصل إليه والتمادي في انتهاك القانون الدولي الإنساني، سيكون حرثاً في البحر. إن حكومة بلادي بينما تجدد التأكيد على التزامها بهذا المنبر لتدعو الأطراف الميسرة لمفاوضات جدة والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الإرهابية للالتزام بإعلان جدة وتنفيذه على أرض الواقع، حتى يتيسر فتح مسارات إيصال وتقديم الدعم الغذائي والإنساني والدوائي للمتأثرين بالحرب التي شنتها هذه الميليشيا الإرهابية المتمردة. وفي ذات هذا السياق تؤكد حكومة بلادي أيضاً ترحيبها وتعاطيها الإيجابي مع نتائج قمة دول الجوار التي دعت لها جمهورية مصر العربية الشقيقة في يوليو 2023، ويتطلع إلى ما تتوصل إليه من نتائج وخلاصات إيجابية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السادة والسيدات الحضور، إن أمن استقرار السودان له بالضرورة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويبقى استقرار السودان استقرار الأوضاع في السودان تأسيساً على ذلك ركناً أساسياً من أركان استقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وبالتالي فإن السودان يرحب بقرارات جامعة الدول العربية التي تؤكد على التضامن الكامل مع السودان في الحفاظ على سيادته واستقلال ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة وفي طليعتها القوات المسلحة، ورفض التدخل في شأنه الداخلي، ويتطلع إلى مساندته وإعادة إعمار ما دمرته الميليشيا الإرهابية من بنى تحتية وما ألحقته بالاقتصاد السوداني بشكل عام، وذلك عبر صناديق وآليات لتنفيذ البحرين الشقيقة ملكاً حكومةً وشعباً على حسن الضيافة وكرم الوفادة ودقة التنظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.